في بداية صدى الذاكرة قرأت هذه المرارة، ثم في ختام صدى الذاكرة قرأت بعض النشوة أو بعض السعادة، وكأنما انقشع يعني هذا الفيض من المرارة في ختام الأحداث. هل الأحداث التي مر بها الدكتور صلاح فضل من البداية ببعض المظالم التي وقعت أو الظلم إنجاز التعبير، وبعض الاستحقاقات التي أهدرت أو ذهبت أدراج الريح، والكثير من المحطات الأخرى وصولا إلى هذا القدر الكبير كرئيس مجمع اللغة العربية وكشيخ النقاد وهذا الانتشار العربي الكبير، هل استطعت على مدار هذه الرحلة الإنسانية العظيمة والثرية أن تصل إلى معادلة أن الظلم قد انقشع ولم يعد له تأثير، وأن تصل إلى الرضا؟ على الإطلاق. على الإطلاق؟ لماذا؟ لأن طبيعة فهمي للأدب ومعرفتي به تجعلني أكثر وعيا بالحياة، والحياة هي سلسلة من الصراعات المتصلة، صراع مع الذات وصراع مع الآخرين، وسلسلة من والحياة في نهاية الأمر شح وتأميل وإشفاق، كما أوجزها الشاعر القديم: الإنسان بخيل لا بماله، بوقته، بعمره، ومشفق مما يحدث له، ومؤمل في مستقبله، وكثيرا ما تخيب أماله. هذه الصراعات لم تفتر في لحظة من اللحظات، وهي صراعات، وهذه هي طبيعة الحياة. أنا لا يعني المعارك، مع أنني تفاديت بقدر الإمكان المعارك، لكن بعضها وجدته مفروضا علي، وجدت من الوطنية ومن الشجاعة ومن الإخلاص ألا أنقص عنها أو أهرب منها. لنأخذ الجانب السياسي مثلا. أنا في فصل ربما يلفت نظرك في هذا الكتاب: هل كنت أغازل السياسة؟ بهذا العنوان. في هذا الفصل أشرح فكرة في غاية البساطة يمر بها المثقف في مثل عالمنا، يمر بأمرين متناقضين. الأمر الأول أنه لا يريد أن يخضع للسلطة، لا يريد أن يمارس النفاق، لا يريد أن يتنازل عن كبرياء ذاته واعتزازه بذاته. يتحرج المثقفون من الدفاع عن السلطة أو الانتماء إليها، من التقرب ومن النفاق ومن كذا. الأمر الثاني، وهذا مضاد، أنه أن السلطة تملك وسائل الإعلام كلها، غالبا في عالمنا الثالث، تملك الصحف، تملك وسائل الاتصال، وفي العالم كله بشكل غير مباشر، بشكل مباشر أو غير مباشر. فإذا عاد السلطة فقد حرم نفسه من جمهوره، وحرم نفسه من التواصل مع الآخرين ومن عيشه، وهو مضطر لأن يهادن وأن لا يحارب وأن لا يدخل في صراع مكشوف، بل أن يجامل أحياناً، لكن دون أن يبتذل ذاته. خلاصة القول: جاملت دون أن تبتذل، لتظل في مساحة قريبة بعيدة من السلطة بقدر ما أستطيع. لكن ابتداء من منتصف مثلا 2005 كده، في السنوات العشر من 2005 إلى 2015، وجدت نفسي منغمسا منقوعا في ماء السياسة، في عدة مآزق اضطررت أن أخوضها باعتبارها ضريبة المثقف التي ينبغي أن يدفعها لمجتمعه، وخاصة في مجتمعاتنا التي تحتاج إلى التنوير وتحتاج إلى قوة الناعمة الفكرية والإبداعية والثقافية، تحتاج إلى الإنتاج وإلى الحرية وإلى الديمقراطية، تحتاج إلى كثير من الجهد الإبداعي، تحتاج إلى الخيال، تحتاج إلى أمر جوهري جدا، وهو أنه بقدر ما نقدس العناصر الإيجابية المبدعة في ماضينا، نتوجه إلى المستقبل
لا نمشي إلى الخلف، لا نمشي وعنقنا مشدود إلى الوراء، بل نرى العالم أين هو الآن، وعلينا أن ندركه، وعلينا أن نأخذ بأسباب الشراكة. أنا لي كتاب بعنوان الشراكة الحضارية، لأني أعتقد أن الإبداع في العلم وهو جوهري، والإبداع في الفن وهو أساسي، والإبداع في الأدب وهو صانع الخيال، وما يزدهر به منظومة تزدهر به منظومة القيم الإنسانية. هذا الإبداع بمختلف جوانبه هو مشاركة في صناعة الحضارة التي كنت تتحدثين عنها منذ قليل، وأنت تستعيدين سيرة شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي غير ذلك من الكتابات. صناعة الحضارة تقتضي حشد كل الطاقات للإبداع العلمي وللإبداع الفني وللإبداع المعرفي وللإبداع المجتمعي، وأن صيانة هذه الإبداع هي وظيفة المثقفين، وأن المثقفين لو اكتفوا بسد حاجاتهم الشخصية وإشباع طموحاتهم الفردية وتحقيق أمالهم الذاتية كانوا مثقفين قد تخلوا عن دفع ضريبة مجتمعاتهم. اشتغال المثقف نسبيا بالشأن العام ببعض أمور السياسة بحكمة ودهاء ومعرفة، نعم ودهاء يا دكتور، إن لم يمتلك الدهاء سوف يقع عشرات المرات.